الهوائي الطلق بيبو جرمين، وحاضر معانا تنين نور الدين البيجي. عسلامة، اهلا وسهلا ومرحبا بك نور الدين. تشرفوا بيك، عيشك الله يبارك فيك. ناخذ فكره على المشاركه الليله مع سي شادي القرفي، لانه تعاملتوا برشا في عروض اخرى في الحمامات وفي الحمامات اخرى. ايوه في الحمامات. فهمتي، بالنسبه لنا هي تزاوج بين الموسيقى الغربيه والاداء، يعني كيفاش يعني مغني تونسي فهمتي باش يغني اداء غير الاداء اللي نغنوه في الموسيقى العربيه. هي موسيقى تقريبا يعني غربيه باداء عربي. وما اصعب في العاده؟ لا، هذا عنده صعوبته. التعامل كيفاش لقيته يعني مع سي شادي القرفي؟ لانه كنت تتعامل مع والده قبل. مع والده عمل فهمتي، عمل الكل انضباط ساعه، مش كما الموسيقى العربيه مثلا ممكن تعاود وتصلح روحك، ممكن مثلا وتفوت مثلا في دوره ميزان مثلا وتصلح روحك. هوني فهمت اصلاح كان زلقت يعني بحذر التعامل. لا ما فماش اكل حله واكل فهمتي على كيفك تغني ودور اربع ميزان خلي الجمهور يجي تعدي هذا كله. اذا كان غلط وكا معلي الرحمه بالضبط. اللي لما باش نتبعه بكل ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. الجوله كيفاش كانت الصيف هذا في العروض في المهرجانات الصيفيه؟ والله عملت عروض بالنسبه للمعتمديات، يعني عروض كما تعرف الجمهور التونسي متاسف على حال البلاد وعلى الجو نتاعو، دونك نمشيو باش نفردوا اعتبار اغنيه نتاع يعني فرح اكثر منه عمل جدي، اكثر منه عمل جدي. انت توا مع شادي هو اللي عمل جدي، يعني اللي فهمتي مشارك فيه تقول انت عمل جدي، عمل رانا توانسه، رانا موسيقيين باهين، رانا فنانين باهين، ولزمنا جمهور باهي وما نقدوش على اللي يتكلموا على يقول لك الجمهور الدجن وما الجمهور الدجن. الجمهور اذا كان يلقى المستوى يمشي، انا جو بونس هكا، واذا كان فهمتي هبط المستوى يتاح معاك وكذلك. عندنا اصوات يعني تونسيه، اصوات عربيه معروفه والكل، يعني علاش ما تلقاش حدا اكثر في العروض في المهرجانات؟ يعني والله اسال الاعلام اختي العزيزه، انت كي تحط فهمتي الاذاعات شوف البث فهمتي عاد توانسه برك. انت مثلا لو كان نقول لك انا توا عامل هادي هو اللي قاعد فهمتي يتعدى وفيروز مثلا السباح وكذا، نحن ما تلقيناش اختي العزيز، دونك اوتوماتيكمون يعني ما تلقاش جمهور كبيرنا في الفستيفال. في العروض في المهرجانات يعني تقدموا انتم انكم تكونوا حاضرين والا كيفاش يعني؟ كيفاش؟ يعني باش تقدموا انكم باش تكون عمل حاضر في مهرجانات او تستناوا الدعوه تجيكم من المديرين؟ والله نستناوا الدعوه تجي مكتار فيها، يعني نقدموا دوسياتنا والمديرين الفستيفال ولا المندوبيات هما اللي كما تقول انت يرحمونا، هما كي يبدا المندوب في انتباه وكذا لازم باش يلقى مثلا من جمله مثلا 20 عرض يلقى لك دخلك في وسط عرض عارف اللي كونه مش الجمهور الكبير نتاع فلان وفلان وفلان اللي باش يجيك، لكن عارف اللي كونه يقول لك انا باش نعمل لي كليبر وما نكونش مثلا مشيت ياس الجمهور، لازم يمشي شويه للثقافه زاد شويه. الثقافه يلزمها وتوا خاصه في الظرف هذا بالذات واللي ظرف استثنائي اللي عاشته بلادنا وكل، انه تكون الاجابه بالثقافه هكا والا لا، تكون الانشطه الثقافيه حبوها تكون حاضره بكثافه هكا والا لا. والله اذا كان الاعلام يتبعنا يعني والله ورس اختي العزيزه، والله ما نحبش نقولها لكن والله ورس اختي العزيزه، وباش نقول لك حاجه انت جاتي من اروع ما فهم او فهمتي يقول لك شكر نفسه بتعدي عثني، لا نقول يعني انت يعني فهمتي ويقولوا زاد ما فماش انتاج، هو مش غني انتاج اليوم زاد انتاج جديد الليله، انتاج بطبيعه الحال يعني فيه ثلاثه اغاني جدد يعني اليوم وكمل عندي انتجت، لكن عمري ما قلت هذه راي الحاني ولا الحان سي القرفي ولا كذا، يعني يتعداوا يسخلوا من الناس نتاع فلان ولا نتاع فلان نتاع حد نتاعنا التونسي فهمتي. ودونك اختي العزيزه ان شاء الله الجمهور البوغارين يتفاعلوا ليله مع العرض هذا ومع الاغاني الجديده. شوف كي يبدا مسؤول باهي
ما تخافش على الباقي، بحول الله اللي باش يكون على الاقل اش تقول فهمتي ام كلثوم، تقول انا تبدا الصاله كلها معبي ونلقى انسان بالحق اللي صحيح. يفهم فيا راني نغني له ليه كل التوفيق ليك. ربي يفضلك على شيختي، ميرسي بوكو. شكرا لكم انتم، اقعدوا معنا وتابعونا في اوت دور على الوطنيه الثانيه. Let me see the light.